The sun, she was hiding as I made my way home. The world gently. ازيكم عاملين ايه؟ السلام عليكم. احنا النهاردة عامل فراخ بلدي علشان زي انتوا شايفين كده. بنضفها الاول ومجايين بقطين كده. خليك زي ما انت يا جوجو. شوفوا جوجو على الصورة ازاي بتساعد مامي. زي انتوا شايفين كده داخل الفراخ التانية. بصوا بقى احنا هنعملها بطريقة هذه الفراخ دي حبايبي مش تحفة. حلوة من الملح. بعد ما سيبناها نص ساعة شوفها كذا مرة عشان الملح متبقاش حاجة. ماشي هشطفها واوريكم. وادي حبايب الفراخ بعد ما شطفناها من الملح كويس. هنقوم بقى جايين ضاربين بصلاية في الكبة نحط عليها فلفل اسمر. اوكي هيبقى شكلها كده. ماشي هنقوم جايين بقى حاشين بقى الفراخ حلو وبس ونعلق عليها. ماشي انا بعملها كده بتبقى تحفه لما اكون مستعجله. ماشي اعلق عليها واقوم جايه مزوده ميه سخنه من الكاتل عادي. ماشي بس النهارده بقى انا في من بواقي الفطار بصل وجزر وطماطم مش عايزه ارميهم حرام، فقلت هضربهم على دول وهحشيهم بيها مش هيقولوا لا. يعني ادي بقيه البصل اللي فاض من الفطار وجزر وطماطم وفلفل هحطهم على دول برضو هضربهم في الكبه واحطهم مع بعض واحشيهم حرام ارميهم وهيخلوا طعم الفراخ حلوه يعني حرام ارميهم ليه. ماشي وانت عودوا نفسه الخلاط وابدا احشي. وادي جوجو هتحط معاكوا. يلا يا جوجو حط البصل. لا 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 حط البصل ده يا جوجو. بصل على الفلفل الاسمر. شاطره غسلة ايديكي كويس صح. كلمي بقى المتابعين عشان زعلانين منك روحتي سبتيني وقعدتي تلعبي ينفع؟ طب يلا يلا يا جوجو بقى عشان نخلص. حطي بقى نصهم بس. ماشي عشان احنا هنحط التانيين على المكرونة نعمل حاجة جديدة النهاردة يا رب تطلع جميلة. ايوه ماشي شاطرة يا جوجو. قلبي بقى يا جوجو برافو عليك. ماشي روحي اشطفي ايديكي وتعالي. شاطره يا لولو. كل دي حشيتيها يا لولو. ماشي يا لولو استني بقى عشان احنا عايزين نخلص. شاطره يا لولو برافو عليك. بسم الله ما شاء الله. ماشي يا ماما. هي مش راضية تتفتح ليه؟ هي انتي قايلة الفرخة اوعي تتفتح ولا ايه؟ نزلي اديكي شنو ثانية. شاطرة يا جوجو زي ما كنت بتصوري من شوية. هم حبة صغيرين مش عايزة اكترها بس مش ايه يعني احط في حاجة بسيطة اعمل لها طعم بس. فهماني يا جوجو؟ خليكي ثانية واحدة اجيب بقية الفراخ زي ما انتي. جيب الفراخ يبقى نحشيها يبقى طعمها لذيذ لذيذ زي الاكلات ماما تعملها. يارب بس تاكلي بس مش تتعبيني. ماشي يا جوجو ماشي. لازم بقى نبطل دلع بقى ونبقى شاطرين. اتفقنا؟ اتفقنا. بس البصل بيوجع عينيكي؟ اه يا شيخة عشان انا قدام البصل.
ولا انتي 60 معايا؟ شاطر، معلش يعني كنت وجعك عشان تفوفي، مش متعودة على البصل عشان ماما مدلعاكي، مالكيش شغل في المطبخ. كنفوعني من مين ولا من مين ولا من مين؟ قوليلي. زي ما انت خلصنا. مش حرام بقى نرمي البصل اللي فاض مننا؟ شو احنا بنفطر، والجزر والطماطم والفلفل، مش الحاجات دي نعمة ربنا نتحاسب عليها؟ في غيرنا مش لاقيه، صح ولا لا؟ صح، انت احنا نحافظ على النعمة عشان ايه نلاقيه؟ ربنا يسترنا كده ونلاقي النعمة. ماما. صح ولا لا؟ صح ماما. نعم يا روحي. تفتكر الاكلة دي لذيذة؟ تعجب قصدك المتابعين؟ اه مش عارفة، احنا نشوف التعليقات ونشوف هما هيقولوا لنا. يلا يا جوجو حطيها في الحلة. برافو عليك، انجزي بقى، شاطرة، يلا بسرعة اسرع. فين جوجو الشطورة؟ مش هعمل اسرع عشان مفيش حاجة تقع مني. ما تخافيش، مفيش حاجة تقع منك. يلا حبيبتي، برافو عليك. دي المية دي بقى يا منين؟ من مطرح الجزر والطماطم والبصل. حطيها بقى، حطيها يلا عشان نحط المية السخنة. شاطرة، برافو عليك. يلا روح حطي ده في الحضن. يلا انتي على ما تطلعي الصلصة من الفريزر هكون انا كملت. ماشي، وادي مية سخنة من الكاتل، هنحطها عليها وهنحطها في النار تستوي كده. تكون الفراخ خلصت معانا، يا رب تكون تعجب. عملت يا جوجو بقى؟ احنا جبنا الصلصه من الفريزر اللي احنا مفرزينها قبل كده. ماشي، طلعنا الصلصه، هنعمل هو الكري. بس خلي بالك، ربنا يستر. نقلب كل المكرونه يا جوجو. ايوه نقلبها حلو. ادي التوابل البسيطه يا حبايب اللي احنا بنستخدمها، ملح وفلفل وكمون بس. يلا نحطه على المكرونة والجزر. شاطرة يا جوجو. استني يا حبيبتي عشان الحلة ما تحرقكيش. ادي المكرونة بعد ما حمرتها انا، بعد ما انت كنت بتقلبي عشان خفت عليكي تتحرقي. خلاص خلاص، ما انا قلبتها خلاص بقى. حطي بقى المكرونة الكيس اللي هناك ده. بسم الله، يلا حطي جوجو. هاتي بقى التوابل، طبق التوابل وراكي. برافو عليكي، يلا حطي على مهلك، على مهلك. سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هاتي الجزر الاول. بصي معلش قلبي عشان انتي متلخبطيني، عشان انا خايفه تتلسعي. اوعي تتلسعي، انا جبتهالك هنا على الرخامه عشان ما تتحرقيش. ماشي حبيبتي، واحده واحده، لما تكبري شويه تتعلمي. ماشي، مبسوطه؟ لازم نعمل حاجه بايه، بحب كده وتبقى جميله. يلا شاطرة، قلبي قلبي عشان تتول. بصي يا جوجو، قلبي كده، امسكي بقى الحلة من ودنها. شوية هي ما تخافيش، مش هتتفاعل، امسكي الودن مش هتتفاعل. بقت مكرونة حبة وحبة. ماشي، امسكي ماسكة الحلة كده. يلا يا جوجو حطي الجزر. برافو عليكي، ده ايه ده، هتبقى مكرونة تحفة تحفة تحفة. يلا روحي بقى الصلصة على معلم، على مهلك، على مهلك. مش مهم الغطا، مش مهم فداكي حلو. على مهلك حط الصلصة. بعد كده هنضيف مية منين؟ من الكتل. امسكي بقى الطبق ده حطيه هناك على الحوض بردك. على مهلك، يلا تعالي قلبي يا جوجو. لا قلبي الناحية دي، اقفي الناحية دي عشان المية السخنة هجيبها. معلش عشان بس احنا مستعجلين، الصلصة مش هتفك، هتفك ان شاء الله دلوقتي. ويبقى المية السخنة، بس مش عايزين نحط مية كتير، نحط حبة ونقلب. ماشي،
مستعجلين، وبعدين عملوا لنا مكرونه. بس اللي احنا عاملين ايه الصلصه ومفرزينها، نحطها على البوتاجاز بقى تغلي ونوطي عليها. ويا دي المكرونه يا جوجو بتبقبق، نوطي عليها بقى، نقلبها ونوطي عليها ونسيبها تلت ساعه تكون استوت. والهنا والشفا. حطوا لايك، حطوا لايك فين؟ في الفيديو، على الفيديو مش في المكرونه. هي دي المكرونه، نقلبها بقى، نقلبها حلوه يا جوجو. ايه يا جوجو؟ بسم الله يا الله، شاطره المكرونه، شاطره. خلصت المكرونه؟ شاطره يا جوجو. طبعا ايه، مش انت اللي عامله لوحدك صح ولا لا؟ ايه رايك في ريحتها؟ ماشي، طعمها لذيذ. طب يلا نفرخها بقى ونرجع لكم. الدخان ده يا جوجو، الدخان اللي طالع ده، انت حرقتي المكرونه ولا ايه؟ بتعملي ايه؟ حد بياكل بايديه مش بالمعلقه؟ ايه رايك بقى في المكرونه؟ استنى ادوق طعمها حلو. طعمها حلو بس؟ طعمها حلو بس؟ يلا وانتي تقولي ايه؟ حطوا لايك وشير سكرايب. لايك على المكرونة واللايك على الفيديو. لايك على الفيديو. شاطرة، يلا قولي بقى السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. متنسوش حطوا لايك وشير سكرايب عشان نوصل لكم حلقات جديدة على مين جوجو. والله احنا مش هنسمي القناة على جوجو اصلا، تتعبطي ولا ايه؟ يلا السلام عليكم. السلام عليكم، يا رب المكرونه تكون عجبتكم بالهنا والشفا. وادي الفراخ استوت معانا اهي، البلدي والشوربه بتاعتها بصوا جميله جميله جميله، جربوها كده وهتعجبكم ان شاء الله. وبكده يا حبايبي كنا اكلتنا خلصت النهارده، الفراخ البلدي الجميله. احنا هنشيل الجلد بقى ونرميه، ماشي؟ جربوها وهتعجبكم ان شاء الله، ماشي؟ بالهنا والشفا. وادي طبق الشوربه الجميل بتاعنا اهو، المكرونه دي بقى تحفه تحفه تحفه. بصوا بسيطه، ولا صلصه كتيره ولا اي حاجه. يلا بالهنا والشفا، يا ريت تيجي تاكلوا معانا. وسلام عليكم. جوجو بقى راحت تكمل بقية لعبة، ماشي؟ مرضيش تقفل معايا الفيديو، راحت تكمل بقية لعبة بالعرايس. سلام عليكم، متنسوش تحطوا لايك على الفراخ ولا على الفيديو زي ما جوما بتقول على الفيديو. يلا سلام عليكم.